مشاهدين صدى البلد، احنا عاملين لكم بث مباشر دلوقتي من اكتر من مكان، من مدينة نصر، ميدان الشهيد المستشار هشام بركات، وسط البلد العباسية. الحالة المرورية زي ما انتم شايفين، الناس ماشية في الشارع تمام جدا. والناس مش ملتزمة حتى بالإشارات ولا المقاطع. زي ما احنا شايفين اهو الشوارع قدامنا جميلة جدا. صباح الفل عليك استاذ وليد، صباح جميل شريف ان شاء الله. واحنا حاليا هنطلع على العباسية، تحيا مصر طبعا. زي ما شايفين اهو احنا داخلين على العباسية اهو. الحتة دي زحمة. انا بتاع بالليل. انا مش قلت لكم احنا بنعمل بسمة من غير انتوا بتقولوا لي اصل انت طالع تتكلم؟ لا، انا بقول لكم اهو الدنيا هي جميلة، دي زحمة في الشوارع والدنيا جميلة جدا يعني. صباح الفل على حضراتكم. صباح الفل عليك يا استاذ احمد البراهمي، ربنا يسترها ان شاء الله علينا. يعني احنا ما لحقناش ننام لنا 3 ساعات. انا بتاع بالليل والله. اللي انا شتمت امبارح بالليل، لا مش يعني هو نهايه طريق النصر. كده داخلين على العباسية، ومن العباسية ندخل على وسط البلد، ومن وسط البلد هنروح الجيزة. هنعمل لكم لفة يعني، نحرق لنا 5 لتر بنزين عشان خاطركم، عشان نشوف الدنيا بس مش أكتر من كده. بتاعت المجانين؟ لا مش العباسية بتاعت المجانين، العباسية مدينة العباسية. الناس في الشوارع، كل واحد رايح شغله، والناس هي ماشية عادي جدا. حالة مرورية جميلة، ورغم النهاردة بداية أسبوع، النهاردة الأحد، بس الدنيا كويسة يعني.